وللمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير أرحب بك. حضرتك سيادة السفير، كيف تابعت الجلسة الافتتاحية لهذه القمة، هذا الزخم الذي شهدته وهذا العدد من الكلمات للقادة العرب، كيف تابعت هذا الافتتاح هذه الجلسة؟ من الواضح أن هذه القمة تعد قمة استثنائية من حيث تناولها لكافة القضايا التي وردت على جدول الأعمال بشكل ربما كان فيه اهتمام بأن يكون هناك دور عربي متنامي ومتصاعد في تسوية هذه الأزمات، أيضا أن يكون هناك حل لأي قضية في الإطار العربي، أيضا يكون هناك دور عربي حتى في القضايا خارج المنطقة العربية، باعتبار أن ما يجري في التطورات على مستوى الإقليمي والدولي له تداعيات تطال أيضا المنطقة العربية. أيضا القمة تناولت القضايا في الإطار الأمني والسياسي والاقتصادي والإنساني في كافة القضايا التي تم بحثها، سواء كانت قضايا عربية أو قضايا يعني تطال المنطقة العربية في الإطار الإقليمي والدولي. نعم سيادة، تفضل سيادة السفير. يعني كانت هناك كلمات متعددة في هذه الجلسة الافتتاحية، الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار إلى عدة نقاط بارزة خلال كلماته متحدثا عن مجموعة من الأزمات على رأسها أزمة السودان، ما الذي يمكن أن نتوقعه من القمة العربية هذه المرة في ظل تصاعد الأحداث في مناطق متعددة على رأسها بالطبع ما يحدث في السودان وأيضا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وغيرها من مناطق الصراع العربي؟ توضحها السودان دولة حرية في المنطقة الأفريقية والمنطقة، وبالتالي ما يجري في السودان وموضوع يتعلق بالأمن والاستقرار ليس فقط في السودان وإنما أيضا ينعكس على دول الجوار. هناك ما يهدد وحدة الأراضي السودانية خاصة إذا كان هناك تدخل خارجي، وبالتالي كان هناك تأكيد على أهمية المحافظة على وحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في الشأن الداخلي. أيضا كان هناك لابد من دور إيجابي وبناء للدول العربية والجامعة العربية، وهذا أمر وضح في كثير من الكلمات أيضا التي وردت في هذا الشأن، عندما كان هناك حديث عن ضرورة أن يكون هناك الجامعة العربية في إطار التكتل الدولي الموجود في الآلية الثلاثية والآلية الرباعية. لا شك أيضا أن هناك مجموعة اتصال تم تشكيلها في إطار الجامعة العربية بتضم مصر والسعودية والأمين العام، وأعتقد أن كان هناك إشارة واضحة في أن هذا الدور لتلك المجموعة سيكون منضما إلى الآليات الأخرى على النحو الذي يدفع نحو التوصل إلى تسوية فيما يتعلق بالتعامل ليس فقط مع الأوضاع الإنسانية وإنما فيما يتعلق بمسار العملية السياسية الذي بدأ واضحا أنه يجب أن يكون شاملا لكافة الأطراف السودانية، وأيضا يجب أن يكون شاملا لكافة الآليات المعنية بالأزمة السودانية سواء كانت الآلية الثلاثية أو الآلية الرباعية، ثم أيضا آلية الجامعة العربية التي أشرت إليها بما في ذلك مصر وربما جنوب السودان أيضا وتشاد. نعم، فيما يخص أيضا ما يحدث في سوريا وحضور أو تواجد سوريا في هذه القمة، هل هذه العودة السورية هي أيضا بداية العمل عربي مشترك على صعيد مختلف من خلال هذه القمة؟ أنا أعتقد هذا بالقطع أمر وارد، لأن عودة سوريا تمت من خلال تحرك عربي في إطار الرباعية العربية مصر والسعودية والأردن والعراق، وفي إطار تحركات ثنائية من جانب مصر تجاه سوريا ومن جانب السعودية تجاه سوريا ومن جانب دولة الإمارات، وكان في آخرها كان بيان عمان الذي أكد على ضرورة أن يكون هناك تسوية عربية، وكان أساس هذه التسوية سيتم في إطار الخطوة خطوة، وتبدأ الخطوة الأولى فيما يتعلق بعودة النازحين واللاجئين في ظل ضمانات لعودتهم، وهذا أمر سيكون مطلوبا من الجانب
السوري في مقابل أن تدعم الدول العربية هذا الأمر من جانبها، وبالتالي تسير الأمور في إطار الخطوة خطوة في هذا الصدد. نعم. وبالتالي عودة سوريا للجامعة العربية أعتقد ستكون بداية مبشرة لدور عربي قائد في حل وتسوية كافة الأزمات العربية بما في ذلك السودان واليمن وخلافه. نعم، هل هي بداية أيضا يعني تغلغل في القضية السورية بشكل مختلف والحديث عن إعادة إعمار سوريا عقب ما شهدته من دمار على مدار السنوات الماضية في ظل حرب ضاروس؟ هذا هو تجي في إطار خطوة خطوة، لابد أن نبدأ الأول بإعادة اللاجئين والنازحين، والمقابل قصدها أن يكون هناك دعم من جانب الدول العربية، وهذا الدعم لا يشمل فقط الأوضاع الإنسانية وإنما يشمل أيضا إعادة البناء والإعمار ودعم سوريا اقتصاديا. نعم سيادة السفير، عندما نتحدث عن هذه القمة أيضا هناك ملفات متعددة على الصعيد الأمني أيضا الصعيد الاقتصادي في ظل أزمات اقتصادية طاحنة عالمية أثرت على دول العالم العربي أجمع، هل سنطمح إلى عمل عربي مشترك بين جميع الدول أم تظل يعني هذه العلاقات الاقتصادية وأيضا الملفات الأمنية في إطار ثنائي بين الدول العربية المختلفة؟ واضح من كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي كلمة كانت لافتة جدا ربما لم ترد في كلمات أخرى، وهو ضرورة أن يكون هناك تعاون في الإطار الاقتصادي العربي العربي وأيضا في إطار الاقتصاد العربي مع المؤسسات والأجهزة الدولية والدول الدول المانحة وكافة الأجهزة والمؤسسات التي لها دور في الأوضاع الاقتصادية. وبالتالي هنا كما أشرت في البداية أن ما يميز هذه القمة أنها تناولت كافة الموضوعات من جانب من زاوية سياسية وأيضا من ناحية الاقتصادية، فالدور الاقتصادي للقمة في الإطار العربي العربي قائم وموجود، ثم في الإطار العربي مع العالم الخارجي أيضا موجود، خاصة أن هناك تطورات على المستوى الإقليمي والدولي فيما يتعلق بهياكل الهياكل الاقتصادية للقوى وللمؤسسات الدولية في هذا الإطار. نعم، كيف يمكن حلحلة ملفات اقتصادية مثل يعني سوق عربية مشتركة وموحدة وغيرها من القضايا الاقتصادية الهامة التي ستصب في النهاية في صالح الوطن العربي أجمع وخاصة في صالح دول التي تعاني من الصراعات؟ أنا أعتقد سيكون هناك تسريع لخطوات فيما يتعلق بالتكامل الاقتصادي أو التعاون الاقتصادي في إطار العمل العربي المشترك، هناك أجهزة وآليات تتعلق بالأوضاع بالمؤسسات أو الهياكل الاقتصادية في الجامعة العربية، سيكون هناك أعتقد دفعة قوية في هذا الإطار، وليس فقط في الإطار العربي العربي وإنما أيضا في الإطار العربي مع علاقته بنظيره في المناطق الإقليمية الأخرى مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ومنطقة تجارة حرة أيضا ربما مع الاتحاد الولايات المتحدة الأمريكية، على النمط الذي كان قد تم مؤخرا بين منطقة تجارة الحرة القارية الأفريقية ومنطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. فأنا أعتقد هناك اهتمام بزيادة الدعم والنشاط الاقتصادي والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية حتى يمكن أيضا التوصل لحلول لقضايا مثل قضية الأمن الغذائي والأمن المائي، لأن الأمن المائي والأمن الغذائي هما وجهان لعملة واحدة وهما أيضا لهما ارتباط بالأوضاع الاقتصادية وحالات الفقر والجفاف التي تتأثر بها دول عديدة، وأيضا حالات اللاجئين والنازحين وما يحتاجونه من دعم إنساني يشمل أيضا الجانب الغذائي. نعم سيادة السفير، بالحديث أيضا عن الملف الاقتصادي، كيف يمكن تحويل التحديات المختلفة التي يشهدها العالم إلى فرص تنعكس إيجابيا على دول العالم العربي؟ هو لا شك أن المنطقة العربية لديها الإمكانيات الضخمة فيما يتعلق بالاستثمار وخاصة في المجالات المتاحة حاليا في دول عديدة مثل مصر ومثل العراق ومثل الدول التي تعاني من أزمات مثل الصومال على سبيل المثال، هي في أشد الحاجة إلى أنشطة اقتصادية استثمارية تتعلق أساسا بالبنية التحتية وبالإنتاج وأيضا فيما يتعلق بالنشاط التجاري. يعني ما يميز المنطقة العربية أن لديها من الإمكانيات الاقتصادية
والموارد والاستثمارات التي يمكن أن تدفع نحو تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية البينية عبر المؤسسات القائمة التي يجب يعني تحفيزها وتشغيلها بدرجة أكبر مما هي عليه الآن، في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة العربية ودول عربية عديدة، في ظل أوضاع اقتصادية وأزمات اقتصادية حادة ربما نتيجة ليس فقط أوضاعها الداخلية وإنما نتيجة تأثيرات عوامل خارجية لعل من أبرزها تداعيات أزمة روسية الأوكرانية وجائحة كورونا وتغيرات المناخ. نعم، أخيرا سيادة السفير، ما الذي تتوقعه عاقب الجلسة المغلقة في الجلسة الختامية أن تقدمه القمة هذه المرة من جدة للعالم العربي في الملفات المختلفة؟ أنا أعتقد بيان جدة سيكون بيان في غاية القوة، سيعالج العديد من القضايا التي وردت في جدول الأعمال برؤية مختلفة ومنهج مختلف، يقوم أساسا على يعني دور عربي عربي، قيادة عربية لحل الأزمات، دور فيما يتعلق إيجابي وبناء فيما يتعلق بالأوضاع والأزمات الاقتصادية، فيما يتعلق أيضا بالجوانب الإنسانية، فيما يتعلق أيضا بالجوانب الأمنية. أنا أعتقد هذه القمة ستكون قمة هي قمة استثنائية، وأن البيان سيغطي ويعالج كافة القضايا التي تحدثنا عنها سواء كانت القضية الفلسطينية، وأعتقد سيكون هناك ربما رؤية جديدة في هذا المجال تتعلق بإنهاء الاحتلال وبعضوية فلسطين كدولة في كافة المؤسسات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة. هناك سيكون هناك أيضا يعني معالجة لموضوعات تتعلق بمكافحة بالمحكمة الجنائية الدولية في إطار ما يحدث في إسرائيل مؤخرا. أنا أعتقد لابد سيكون هناك أيضا توجه نحو خطاب الكراهية التي تثيره من أقل لآخر إسرائيل وتعرقل عملية السلام وإمكانية أن تتم مفاوضات. سيكون هناك أعتقد إجراءات كثيرة ربما ليست تقليدية كما كنا نعتاد من قبل. أعتقد بالنسبة لسوريا المسألة كان هناك ترحيب واستعداد للتعاون مع الجانب السوري لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إعلان عمان. فيما يتعلق بالأزمة السودانية أعتقد سيكون هناك دفعة قوية لدور عربي إيجابي وبناء من خلال مجموعة الاتصال العربية مصر والسعودية والأمين العام، فضلا عن دور مصر أعتقد سيكون لها أيضا بجانب ربما جنوب السودان وتشاد فيما يتعلق بدورهم أيضا ككتلة إقليمية أممية باعتبار الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد والجامعة العربية. نعم. والرباعية، فضلا عن مصر وجنوب السودان وتشاد، في دفع المسار السياسي شريطة أن يكون هناك شمولية للمجتمع السوداني فيما يتعلق بالعملية السياسية، ولا يكون قاصرا فقط على مجموعة الاتفاق الإطاري التي كان من متالبها تطورات الأحداث على الشكل المؤسف الذي حدث الآن، على نحو نحاول يتم المحافظة فيه على المؤسسات الوطنية والجيش بصفة خاصة باعتباره يعني المؤسسة الوطنية التي مسؤولة عن الأمن والدفاع وتحقيق الأمن والاستقرار، خاصة وأن الأوضاع حاليا هناك شرعية بحكم الأمر الواقع للقوات المسلحة وهي تتعامل. نعم. مع الدول والمنظمات الإقليمية باعتبارها صاحبة السلطة وتمتلك السلطة. أما الدعم السريع فمصيره هو ضرورة الاندماج أو الحل في إطار سلمي وفي إطار المفاوضات حتى لا يكون هناك لجوء إلى ما هو أسوأ أو أقصد بذلك جبرا. فيما يتعلق بالقضايا الأخرى أعتقد هناك انفتاح على موضوع العلاقات مع دول الجوار العربي خاصة تركيا وإيران، وهذا أمر محمود سيتيح فرص لمزيد من الأمن والاستقرار وحل كثير من الأزمات التي تواجهها المنطقة وخاصة مثل اليمن على سبيل المثال، أيضا سوريا لها جزئية في هذا الصدد. هناك أيضا بعض الدول التي تتأثر بهذا الأمر بشكل إيجابي، ربما يكون الصومال أيضا من الدول التي ستحظى بدعم وتأييد فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وأيضا والجريمة المنظمة، وأيضا فيما يتعلق بما تحتاجه من دعم لمواجهة حالة القحط والجفاف التي تواجهها. وهناك عدد كبير من النازحين وربما اللاجئين بسبب هذا الأمر، وهذا الأمر أيضا ينسحب إلى جيبوتي لأنها تعاني من نفس الوضع بالنسبة للصومال، باستثناء أن الصومال ربما تواجه
موضوع الإرهاب من حركة الشباب، وهو أمر يعني سيكون أعتقد سيكون هناك دعم من جانب الدول العربية في مواجهة منظمة حركة الشباب من جانب دعم الحكومة في هذا الإطار. نعم. هناك قضايا أخرى يعني الحديث عنها قد يطول، لكن كلها تتجه في إطار دور عربي متلامي ومتصاعد حتى في موضوع العراق. يعني أعتقد موضوع العراق هناك أيضا دعم عربي سيكون في موجه للعراق فيما يتعلق بإعادة البناء والإعمار وتحقيق الأمن والاستقرار وزيادة الأنشطة الاقتصادية على النحو الذي يحيي الاقتصاد العراقي ويمكنه من مواجهة التحديات المختلفة. نعم، أشكرك شكرا جزيلا السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، متابعا لأبرز ما جاء في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية 32 المنعقدة في جدة بالمملكة العربية السعودية.